اختيار غاريدو، اختيار الوداد الغاريدو، واختيار الوداد الغاريدو اختيار عادي يعني. راه غاريدو كيبقى مدرب والوداد فريق عنده الحق يختار المدرب اللي بغى، ماشي بالضروره غاريدو داز في الرجاء راه غتبقى ديك الحساسيه ديال انه انتقل للوداد ولا هذا. غير هو كاين هذه الملاحظه ديال انه جميع المدربين اللي كيدوزوا كيمروا من الرجاء كيمشي يقلب عليهم الناصيري. هذه كتبقى مقصوده، هذه كنظن انها مقصوده. الناصيري كيقلب على لي زيكس جوار ديال الرجاء ولي زيكس اونترينور. واش نجح اصلا بعد غاريدو في الرجاء؟ هذا سؤال. واش نجح غاريدو في الرجاء؟ انا ما كنظنش انه نجح شي نجاح بارابور مع المدربين اللي دازوا في الرجاء بحال اوسكار، بحال رابح سعدان، بحال فاخر، بحال مدربين اللي دازوا اللي نقدروا نقولوا راه نجحوا 100%. ولكن غاريدو بينه وبين واش نجح ولا ما نجحش كتبقى شويه. يقدر ينجح في الوداد، يقدر ينجح على غاريدو، راه مدرب مزيان كنظن، عنده خبره، عنده الاكسبيريونس، وجاي من مدرسه اسبانيه، راه كنظن يقدر ينجح الا وفروا ليه الظروف ولا ما داروش عليه اللعابه النقابه. كل مدرب كيجي للوداد راه دابا معروف بانه كيديروا النقابه، الا مشى تجلس يجلس واحد من الاعمده ديال الوداد راه تيديروا عليه النقاب، راه معروفين هاد الاعمده هاد. وراه كنظن راه طرحت هاد الاشكاليه. انا كنظن من بكري دائما عبر العصور والازمنه ان رؤساء ديال الوداد، نادي الوداد ككل كيقلب على ديك لاطراس وعلى ديك اللمسه ديال الرجاء، كيمشي كيشارشي على النجاح ديال الرجاء والشعبيه ديال الرجاء، اترافير كيمشي يقلب على النجوم ديال الرجاء والمدربين. انا كنظن ان الوداد تابع الرجاء، كيقلب كيبغي يستمد ديك الشعبيه وديك النجاح ديال الرجاء، باغي